لك خالتي طول بالك. الله يلعنوا هالحيوان، نفض لي بدني نفض. هلا شوفي عنهم دفع بكره. بنعطيهم كاسه لقلي. على راسي. بكره عنا دفع لاجار الورشه. عم فكر روح لعند ابو كمونه قول له يأجل لنا مصاري شوي، شو رايك؟ والله بتعمل زينة العقل. تفضل هذا الشغل ايدي. يسلم ايديك. يسلم ايديك يا رب. لك وليش الغات هلا؟ شو المناسبة؟ ما في مناسبة. أنا وصبحي اللي حبينا نحتفل فيكم، يعني مو من حق الوحدة تحتفل بخطيبة؟ طبعا لازم تحتفل بخطيبة مشان خطيبة يحتفل فيها كمان. معناتها شو رأيكم؟ طالما مبسوطين ومرتاحين إنه نحكي بالجواز؟ إيه والله أنا جاهز وما عندي مشكلة خالتي. أنا جاهز. أموري على 24 إيراد. والمصاري مو مشكلة، إذا اضطرينا نبيع الهونداي. صبحية قومي البسي. لا إن شاء الله ما بنضطر نبيع الهونداي، أموري إنها بكون ظابطة على 24. بس مو دغري، عطونا وقت نجهز حالنا. معناته بعد شهرين من هلا بتكونوا متجوزين بإذن الله. إن شاء الله. ذكرني بعد الجوال عشان اختها بتغير لها جوال كولاس. شو يعني لك امي؟ امي ما بتفهمي بالقصص. شربت سيارية خالتي. يلا صبحية، صباح الخير خالتي. حدو هجو، ليش طلعتي؟ طلعت لحتى انك تصبح على خير. وانت بخير يا رب. شو؟ صحيح رح نتجوز بعد شهرين؟ ايه عارفي؟ حاسسن سنتين مو شهرين. خجلانة؟ لا. صباح الخير ساندي بير. انت بخير يا روح ساندي بير. فوتي فوتي يلا فوتي. ايه صبحية يلا. مبسوطة انك حتتجوزي؟ يلا اسمعوا للحكي. طبعا مبسوطة. يعني انت مو مبسوط؟ بلا مبسوط، خيرات الله. هلا حنزلك ورايح ساعة زمان انا، بعدين برجع. لوين؟ لا تقولي لحدا، رايح عند ابو حاتم العبارة. هذه تجيبي سيرة لحدا بنوبة. ايوه ليه يعني؟ والله ضايق خلقي هيك، وشي كل نهار بوش نزير يعني ما بعرف، خليني اروح ساعة زمان اتسلى. ايه مثل ما بدك. بعت لك حمى. ايه أهلين أهلين وسهلين. أهلين وسهلين تقبرين لذيذ. شو حبيبي؟ محدين عم ينتظرك برا. كنت إن شاء الله بيقبرني محدين وأخته لمحدين. إن شاء الله بتقبر قلبي. لا خلص ولا بقى محدي واقف برا، حرام عليكم. عشان سلام يلا خلص الرجال واقف برا. يا سلام. عامل لي مجنون ليلى. الله معك تقبرني. الله معك الله معك. الحفيظ يحفظك. منيح يا دي اجيتي، لأني اليوم بدي أعمل حراق بإصبعه، بدك تعاونيني. ها؟ ها؟ يوم الغدا حراق بإصبعه؟ إيه والله. يلا أنا طالعة حضر الخبز. اللعبة صبوحة، عم فكر أنا وياكي نعمل عملية، شو رأيك؟ عملية شو؟ عم فكر أحكي مع أب سليم عشان يجيب لي الشغل. ها؟ شو هالحماس يا بعدي؟ بدنا مصاري، القصة صار بدها عز كتاف، بدنا نكمل جهازنا، ناقصنا حق غندرة وملاقة سود. أيوة يعني أنا شو ساوي؟ قولي لي شو أعمل؟ أحكي معه ولا لا؟ طبعا هيك قلتي؟ إيه بس أنا بروح معك. ها؟ إيه بس ما حدا لازم يدرها ولا يهمه. خلاص لكن أيمي أحكي معه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. ان شاء الله عم تكسبوا شيء. مشوا حالكم بالشغله؟ والله متعبه هالشغله. كثر خيرك الحمد لله. الله يكرمك. الله يرزقك يا رب. خاطرك. الله يكون بعون هالبنات مساكين. مزبوط لك ابو محمود؟ مزبوط.
بتعرفي انه انا ضابي على جنب كم تفريعه من تفريعات امي احلى من اللي شفناهم بالطريق هلا، لانه امي كانت حاسبه هيك حساب نتقاسمهم انا وياكي وبهي الطريقه بنوفر. بالله مشان انت تنقي الشغلات الحلوه انت تكيري لي الشغلات البشعين بعرفه. يبعث لك حمى شو المنيحه معك مثل الطعنه بالبابوش. طب ليكي انت يا ستي نقي اللي بدك يا واتركي لي الباقي. بعدين يا شحشه انا ما رح اتجوز ببلد وانت ببلد ثاني، قاعدين مع بعض على طول ولزقانين ببعض على طول. ايه متبادل بالاواعي، يعني انا بعيرك وانت بتعيريني. ايه تقفشي قلبي والله انت ما في مني. طب ليكي تذكري شو لازمنا شغلات. ليكي انا لازمني كتير 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 ملاقط شعر سود وواسم ملونه بتلبق مع كل الثياب ولفافات شعر بوكودين. يبعت لك حمى انت شو بتحبي البكلات والشكلات. عم اقول لك تذكري الشغلات الكبيره، هدول الشغلات الصغيره بكون انا باخذك لعند واحد عنده بسطه ما بوقف عنده الا ناس اكابر كتير 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 وعنده حركيش خير الله، يعني ميل الحمرة التقيل 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 بعشر ورقات ونقي قد ما بدك واستحلي واشتري. قصدك من عند دندش؟ ايه بعرفه. يبعث له حمى شو نصاب. ليكي هلا قدر شيء قدر شيء، بدنا مشلحين بيض لنهار الصباحيه، وبدنا طقم سكري على راسي للروحات والجيات، وبدنا كمان شيء قميصين نوم قطنيات. ايه هدول بناخدهم منتبعون 100 ورقه بسوق الحميديه، هنيك في مشكل ملون، وكله شيء ببيض الوش وعلى كيفك، وبعدين الغرض الخفيف بضيع مع الغرض الثقيل. اي لك من كثره الاغراض الثقال والله. ولك يا هبله ب 10,000 بتجهزي وب 100,000 بتجهزي، بس القصه بدها مره مدبره. ايه كملي 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 ست مدبره. ايه رح اكمل. هلا نحن مو لازم نطلع لرجالنا بيجامه وشحاطه على الصباحيه؟ ايه والله مبلا وراحت عن بالي هالشغله. لكن مو كمان بيطلعوا لهم عده حلاقه؟ لا مو ضروري، اهم شيء نطلع لهم بيجامه وشحاطه، هدول الزم. ايه هدول احفظيهم. وبدنا كمان انينتين مناكير ولعيه مناكير ان شاء الله. قلت لك باخذك عند البسطه بعدين بتنقي اللي بدك اياه، هلا اعطيني اللازم. بدنا طقمين سلا محلوله، لان انا عندي شقفه خام بالبيت بجيبها بخلي خالتي ام نزير تدق لنا اياهم على الماكينه وتعمل لنا اياهم ومنوفر حقهم. والله مالك قليله، بس بدي اقول لك ميل كحله ما بدنا. حاكم ميل كحله تبعي انكسر. يبات لي حمى عليكي من كتر ما بتكسكزي وبتمعطي بقلب عينك بده ينكسر. ان شاء الله بتمعطي معط. ايه انكسر لانه تسكر علي قطع علبه مكي ولك جدبي. لا اذا هيك معك حق، معك حق تمام. لا لازمك معناتها واحد تاني يبعت لك حمى شو راكده افهم موديلك. لسه انا بقلها استفكري الاشياء المهمه وهي بتحكي لي بالقواص والعلاك الفاضي. طيب شو مشان الكنادر؟ مو لازم نجيب لنا كم وحده؟ لا هي وحده ولونها اسود، لانه الاسود بيلبق على كل الالوان. اي مزبوط الاسود لبي، بس يعني انا برايي انه ليش ما بنشتري تنتين كل وحده لونه بنتبادل. خش جاي على بالي كندره حمرا هيك مقصبه البسها واتغوى فيها تحت الطقم السكري. انت شو رايك؟ انا رايي انه بس نصير بالسوق بنحكي، المهم انه هن تنتين الالوان ما بنختلف عليها. طيب والكنادر ما بدهم شناتي؟ مو لازمنا، عنا تنتين سود نمشي حالنا فيهم. اي والله مزبوط. خوش على حكينا هاد، الجهاز صار بيكلف له شي 15,000 ورقه ونحن ما معنا غير 9. مو مشكله نحن هلا بنشد حالنا شوي بالشغل واللي بينقصنا بنجيبه بعد العرس. ليكي مو لازم نطلع معنا طاسة الرعبة؟ لشو رح نتجوز؟ نحن طباع ولا لا؟ ملافي السعدي بعت لك حمى يا حمارة، والله هيك كانوا يجهزوا من قديم. على طباع وكلا. سوري.